يا مرحبا بكم في حال البلد. مرحبا بضيفي السيد محجوب فضل بدري، السكرتير الصحفي الأسبق للسيد رئيس الجمهورية. هذه حلقة ثالثة في حوار وضعت له عنوانا ما بين الصحافة والسياسة. مرحبا بك سيد محجوب. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم وبمشاهدي سودانية 24. يعني زي البدلي كده بأنه محجوب درج المحظوظ في مسيرته العملية، يعني من إذاعة الوحدة الوطنية إلى التلفزيون، مسؤولا عن التأمين، واحد من العاملين في التشغيل كذلك في التلفزيون، ارتقيت إلى أن وصلت مدير لإدارة مهمة هي الإدارة التجارية، ثم منها مديرا لتلفزيون الجزيرة، ثم إلى وزارة إلى القضاء مستشارا إعلاميا لرئيس القضاء، وفي حتات كده صغيرونة، ثم إلى القصر الجمهوري سكرتيرا صحفيا للسيد رئيس الجمهورية. محظوظ مش كده؟ كلمتين ما عندهم وجود في قاموسي، كلمتين الحظ والصدفة. أولا الصدفة أنا ما أفتكر أنه ربنا خلق الكون ده كله وتركه للمصادفات، فالكلمة دي محذوفة في قاموسي أصلا ما بستعملها، ولا بستخدم كلمة الحظ، لكن لكل مجتهد نصيب. أنا رجل دؤوب وحريص على ما أعمله، وكل ما أعمله بعمله بإخلاص. أهم حاجة عندي التجويد، بجود شغلتي بنجضها بالبلد كده، أي شغلة يمسكون لها بخفسها. الحظ ما له نصيب في حياتي، لأنه أنا لم أكن محظوظا بالمفهوم. يعني المواقع دي لو كنت ناس كتار كانوا بيكونوا يعني بحسابات كثيرة أولى بها من محجوب. أي صحيح جائز، لكن هل أنا وضعت بصمة محلي مشيت فيه ده، ولا دخلت ومركتها؟ دخلت نملة وأخذت حبة وخرجت. أنا أي حتة مسكتها نجدتها، زي الكلام اللي أنا قلت له. لو مسكت الإنتاج التجاري والاستثمار في التلفزيون كان إيراده 2 مليون بالكلام القديم، في أول شهر بقى 30 مليون. ما كان الصدفة، لكن كان شغل ودأب واستمرار وإخلاص وضغط على النفس. أنا ممكن أقعد في شغلي من الصباح لحد الساعات الأولى من صباح اليوم التالي في أي شغل. لما مشيت مدني نفس الشيء، لقيته بائس ومكسر ومقلع وما عنده سور وأغبش في مدني الجزيرة الخضراء. الليلة الحدائق اللي أنا بنيتها الناس بيأكلوا منها، المسجد اللي أنا بنيته الناس بيصلوا فيه، والناس اللي أنا عرست لهم أولادهم عرسوا ذاته بعد ذلك. أنا أينما أكون بضع بصمتي. في ستك شركة قناة الاتصالات أنا لما جيت اشتغلت بلغت المحطات اللي وزعناها في أنحاء السودان مختلفة لاستقبال ورسالة تلفزيون ما يقارب 100 محطة. فده ما للصدفة. ثم إنه لم أتكسب من هذه الوظائف حتى خرجت من آخر وظيفة لي في القصر وأنا أسكن بالإيجار إلى ما قبل سنتين فقط. لم أشيد لنفسي منزلا، ولم أجني ثروة، ولم يعني أفتح حسابا، ولم أفعل أي شيء يتعلق بالتكسب من هذه الوظائف. طيب يعني طلعت من الحتات دي أو بمعظمها، ما كان كلها بمشاكل طبيعة تعمل كثير تغلط كثير طبيعة. لا اعتراف منك بأنك غلطت كثير. طبعا لست معصوما من الخطأ. ما كان في مؤامرة عليك، يعني ما في دسائس عليه محجوب، ما في إقصاء له وما في إبعاد له، لكن وضعه طبيعي للأخطاء التي ارتكبها. شيء طبيعي إنه الإنسان إذا كان الحياة كلها رحلة مؤقتة، فما بالك بوظيفة. أكبر خطأ ارتكبته؟ أنا لا أغيم الأخطاء بأكبر وأصغر، فقد يكون خطأ صغير جدا يطيح بمجهودات كبيرة جدا. وإحنا حتى أفتكر إن حتى مشكلتنا في السودان ككل أفكارنا ومشروعاتنا الكبيرة بتهزيمها مسائل صغيرة جدا. يعني لو عاد بك الزمن في أشياء ممكن ما تعملها.
الزمن لن يعود والأمور مغدرة بغدرة في وقتها يعني. يعني استفدتم هذه تجربة وخبرة حياتية. أيوة. والذي يعني تنصح بها يعني من تجربتك الآن الحياة تفتكر أنك لو عاد بك الزمن لن تفعله؟ طبعا الزمن ما بيعود، لكن لو عاد بك الزمن لن تفعله. أنا كنت ولا أزال ضد الشلاليات في كل مكان، لكن مع الأسف الشديد الشلة يتأثر جدا على الأداء العام. أنا كنت في أي موقع أنا مشيت فيه أجمع الناس اللي أنا بيشتغلوا معي وأقول لهم ما في واحد يجيب لي قوالة بالكلام البلدي كده، لأنه لو في واحد جاء قال لي فلان قال ولا فلان ترك، يتأكد إنه أنا هجيب الشخص الثاني وحواجههم الاثنين، واحد فيهم حيطلع كذاب وحيتحمل نتيجة تصرفاته أو كلامه. يبدو يعني مع الأسف يبدو إنه الشلة هي الأساس، والنأي عن الشلاليات هو الاستثناء. دي عودة سلبية يعني. أنا لم خلاصة سلبية. ما خلاصة أنا إيجابية. لم أنضم إلى شلة أبدا. لكن لو رجعت ستنضم إلى شلة. حتما لا. حتما؟ لا. لا. لا لا لا. أما اسمع قلت لك في حاجة لو عدت يعني. لو عادوا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه زي ما قال القرآن الكريم. الوداك القصري الجمهوري شنو؟ من لعب دورا في مجيئك للقصر الجمهوري؟ أنا استدعاني الفريق صلاح أحمد محمد صالح وزير رئاسة الجمهورية في آخر يوم له في القصر الجمهوري، واستقبلني في مكتبه وحياني وقال لي احنا بنتابع ما تكتب وانت حتكون سكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية، وسلمني قرار صادر قبل كده والله لم أكن أعلم به، ما كنت عارف إنه في قرار صدر في من رئاسة الجمهورية بذلك. وكان في نفس اليوم هو في عجلة من أمره لأنه كان مغادر في نفس اليوم. أنا تأسفت جدا لمغادرة المرحوم الفريق أول صلاح أحمد محمد صالح، وكان يوم مؤثر جدا بالنسبة لي. يعني ما أقدر أقول أن كرعي كانت حارة عليه، لكن أوريدي كان الغرار طالع وكذا. خلفوا في هذا المنصب الدكتور الطيب إبراهيم محمد خير وزير للرئاسة مكلف، لم يستلم المنصب بالأصالة. وقابلت السيد الرئيس رسميا في اليوم التالي مباشرة وشكرته على التكليف، وقال لي أنت أحسن من يعبر عننا، نحب نقرأ ما تكتب وأنت أحسن من يعبر عننا وأنت حتكون معي في مكتبي بهذه الكلمات يعني. أول يوم في القصر، كيف بدأ لك القصر؟ القصر من القصور، وأنا في خلفيتي في ذهني في صنقوري ده من وراء إنه القصر ده مناط الدسائس والمؤامرات. وكنت أعلم إنه دخولي القصر سيثير قرون استشعار جهات كثيرة عشان تتحرك. ليه؟ طبيعة المنافسة وطبيعة المنصب البراغ اللي أنا انتدبت له مع رئيس الجمهورية. البلد فيها رئيس واحد، عنده سكرتير صحفي واحد، في ناس إعلاميين كثار جدا يعني ترنوا أبصارهم للمنصب ده عشان يأخذوه يعني. وقالوا محيب ده أحسن مننا في شنو؟ ما في زول قال طبعا، ما في زول قال، لكن حتما الأفعال الأخرى قد تكون في هذا الاتجاه. أنا بطبيعة الحال ما عندي أعداء وما بحتمل الخصام وما بخاصم زول يعني أصلا، وعندي علاقة متوازنة مع كل الناس حتى الأطياف السياسية المختلفة المتباينة، أنا بقدر أتعايش مع كل الناس يعني بطبيعتي وبنشأتي. أنا ما عندي أي تعالي أو ترفع، بقعد مع الناس وأنا أصلا من الناس العاديين يعني، فبقعد في التراب. ما سمعت كلام ناس استكثروا عليك هذا الموقع؟ والله لو كان من ورائي ممكن، لكن لم ما وصل ضانك يعني، لم يجرؤ أحد على ذلك إلا في حادثة عابرة. أنا أتحفظ على اسم الجهة الثانية لأنه انتقل إلى رحمة الله
اتكلم معي في التلفون واستنكر انه انا ادعو الصحفيين وغادة العمل الاعلامي للغاء الرئيس بدون علمه بدون علمه. وانا ما اخذت تعليمات من الرئيس بانه انا بشتغل تحت امرته مباشره، امره السيد الرئيس. فمشيت وقفلت عليه المكتب واسمعت ما لا يرضى من القول. وانا عمري في القصر ايام معدودات، لم اكمل اسبوع، وحذرت تحذير شديد جدا من انه الكلام ده اذا استمر فيه هو حيتحمل نتيجته، ليس شكاية ولكن عنوة واغتدارا. رغم انه منصبه كان اعلى منك. خوفته. منصبه كان اعلى منك. قد يكون. ما قد يكون، كان اعلى منك. قد يكون. الترتيب داخل القصر منصبه اعلى منك. قد يكون، قد يكون. يعني ما دي قوة بتاعت قوة القرب. ابدا. لانه بحسابات الموقع. الفرق انا براقب الحاجات دي جدا. انا معين بقرار جمهوري والاخر بوظيفه تعاقديه، فشتان ما بين هذا وذاك. طيب، العمل سكرتير صحفي لرئيس الجمهوريه، كيف كنت بتعايل لهذه الوظيفه؟ يبدو انها ما، انا ما متذكر قبالك كان في منه، ما متذكر كان قبل ما اجي في منه يعني. فكيف جيت لقيت الوظيفه دي؟ اولا الوصف الوظيفي للسكرتير الصحفي لرئيس الجمهوريه، انا بستعير عباره قال الطيب ابراهيم لواحد ساله، وقال له الوصف الوظيفي بتاع محجوب ده، ومحجوب ده شغال كيف او كان شغال كيف؟ بتقول انه محجوب متمدد يعني. ايوه. فقال له يا اخي محجوب ده، انت ما تحاول تمشي بيركشه في مجرى بتاع قندوراني. ده ملخص الكلام. فيبدو انه انا كنت قندوراني ولا بلدوزر ولا محرات ولا اي حاجه، فانا ماشي والشغل ماشي. ما في وصف وظيفي. صبغنا على الموقع اساتذه اجلاء، الدكتور امين حسن عمر، المستشارين، واعقبوا ما كان يعني في، انا بميز هنا بين السكرتير والمستشار. ايوه. والصادق الفقيه، وكان في مكتب صحفي لرئاسه الجمهوريه وليس لرئيس الجمهوريه. وكان فيه وقتها اللي هو محي الدين محمد علي، حياه الغمام ان شاء الله ربنا يمسيه بالخير في هذه الامسيه. المكتب الصحفي كان مكون من شخصي بس، واضافوا لي موظف من المراسم، وانا اخذت معي الدكتور الناجي علي بشير من رئاسه الجمهوريه، من مكتب الصحفي لرئاسه الجمهوريه لمكتبي، ومشينا في الشغل. بعدها انضم علينا عماد، وهو كان من عهد الدكتور امين، كان امين حسن عمر، هون الاستاذ عماد السيد احمد بالقصر، عماد السيد احمد ان شاء الله ربنا يمسيه بالخير. واستمر العمل. انا كنت ابعد حاجه كنا نعملها او نتجنب انه نعمل الرصد الصحفي ببساطه، لانه عده جهات اعتباريه معلومه كانت بتقوم بالرصد الصحفي، منها المكتب في رئاسه الجمهوريه، ومنها وزاره الخارجيه، منها جهاز الامن، منها الشرطه، منها سونا، منها مجلس الوزراء. الرئيس بيقرا مباشره يقال، والرئيس بيقرا من الصباح الباكر بعد ما يصلي الصبح، بيقعد في النت شويه يقلب في المواقع. الوقت ذاك الواتساب والفيس ما كانوا ينتشروا بالطريقه دي، او ما كانوا موجودين اساسا، ويطلع على الصحف، وبعدها خلاص يعني بيكون مشبع. وطريقته في القرايه هو بيقرا لاشخاص، معظم الاخبار تحت الحكومه هو صانعها يعني، او قريب منها، ما بيحتاج الا مرور ساكت عليها. بيقرا لبعض الاقلام ويركز على قرايته كل يوم. كان بتعكر مزاج هذه الصحف احيانا؟ غالبا لا، غالبا لا. وفي
أشياء في قضايا محددة إذا كانت يعني أثيرت بشكل ما مرضي من وجهة نظر الدولة والسيد الرئيس فبيعلق على المسألة دي أول بأول، لكن لم يوجه أبدا بإجراء ضد صحف أو صحيفة معينة إلا في حالات محدودة جدا جدا يعني وفي فترات معينة وفقا لصراعات ومشاكل كانت سائدة في ذاك الوقت. كتابة خطابات السيد الرئيس، من يكتب للسيد الرئيس؟ محجوب صحيح كان جزء من منظومة ولا كان لوحده بيكتب؟ أنا دار أقول لك حاجة مهمة جدا، الخطاب ده دائما يكتبه زول واحد لكن ممكن يراجعوه مجموعة لأنه بعد ذلك بيختلف الأسلوب الكتاب الكتابة يعني نوع من الإبداع يعني الإنسان بيكتب وفق ذخيرته اللغوية فهمه للمشاكل تصوره أنا كنت بتغمص روح الرئيس أو شخصية الرئيس وأنا بكتب الخطاب وكأنه أنا الرئيس والحكاية دي بتتملكني تماما وأنا بكتب في الخطاب فبمنع الحركة حولي نهائيا ولا تلفون ولا باب ولا شباك وأكتب الخطاب بالروح دي كأنه أنا الرئيس فمتين ما أوديها للرئيس الرئيس بيجد نفسه في الكتابة ساعد على المسألة دي قربي الشديد مع السيد الرئيس أنا بكون قاعد معه طوالي بسمع وهو بيتكلم مع ضيوفه السودانيين أو الأجانب من خارج السودان في مختلف القضايا بعرف رأيه تماما في جلسات الصفاء يعني في غير الجلسات الرسمية نحن بنشرب شاي أو نحن في الرياضة في فرع الرياضة العسكرية أو كذا أنا بتونس مع الرئيس أو بسمع كلامه وهو بيتكلم في قضايا مختلفة فأنا متشرب بمواقفه من كل القضايا اللي هو لكن لأنه القضايا أحيانا بتقتضي خطاب الرئيس أو لقاءات يعني مختلفة المشارب بالضرورة أنا كنت أتخيل أنه هناك من يساعد هناك جهات تكتب تعطي معلومات ما موضوع كأنما هي حالة إبداعية كتابة مقال يعني صحيح وليست كل الخطابات يعني مثلا الرئيس بيخاطب البرلمان مرتين في السنة الخطابين دول فيهم تعبير عن كل الوزارات فبتجي كمية من الخطابات أو التقارير من الوزارات المختلفة أنت تستخرج منها المادة إذا كان هي في بداية الدورة أو في ختام الدورة ده بيستلزم لجنة طبعا لكن المادة دي الخطاب ده تكتبه أنت بكتبه أنا وبعد ذلك بمشي وانت تكون موجود يعني السيد الأستاذ علي عثمان محمد طه أبرع وأفضل من يكتب خطابات الرئاسة على الإطلاق يعني وأذكر أنه قال لي والله تحت في معرض ترحيبه بجيتي القصر قال لي أنت حتكون إضافة كبيرة لنا في القصر وتريحنا شوية من في المسألة بتاعت الخطابات دي وكنت بودي الخطابات الشيخ علي دقيق جدا نحن قمنا اكتشفنا أو أنا اكتشفت حقيقة أنك أنت إذا كتبت خطاب وديته للشيخ علي وعنده فرقة من الوقت يعني ما خطابك ده كله زي تلقاه معدل كله لا حد الحاحا ولا اصرارا بيعدل اي حاجه فانت تكتبه هو يعدل فقمنا لقينا في حيله انا لقيت لي في حيله صغيره انك ما تديه فرقه كبيره تعمل شنو؟ تضيق الزمن يعني تضيق الزمن لو هو عنده مساحه من الوقت بيعمل اي حاجه كانه كتب الخطاب هو فانت تودي الخطاب وهو يمسك الخطاب ويعدل بالقلم الاسود وانت تكون قاعد تقرا عنده صوره في يده وهو يعدل وانت تعدل ويده ورقه ورقه للولد اللي بيطبع ويعدل لما ينتهي الخطاب بيكون في خطاب ثاني توتالي ديفرنت توتالي ما لك فذكر مره وكان كنا بنراجع في خطاب من صلاه الظهر لحد صلاه العشاء وكان من ضمن الحضور أخونا
السفير عبد الرحمن ضرار ربنا يحفظه يعني إن شاء الله. وبعدها قمنا صلينا العشاء وكان شغال الإمام. وكان في المرحوم معتصم عبد الرحيم وفي الهادي عبد الله كده عدد من الناس، في أزهري التجاني نحييهم كلهم. وبعدين صلى بين العشاء وبمجرد ما قال السلام عليكم السلام عليكم قال لي يا محجوب انت الفقرة الفلانية ديك كان سوينا كده مش أحسن. فعبد الرحمن درار قال لي في أضاني قال لي حس صلاتنا دي ماشية ولا الشيخ ده كان بيصلي ولا بيقرأ في الخطاب. ومن الطرائف برضو كان في خطاب زي ده كده وكان منتظرني في المكتب انه انا اخلص واجيبه له في المكتب للاستاذ علي عثمان محمد طه. وبعدين الوقت راح فاتصلوا علي قالوا لي خلاص استاذ علي ماشي البيت وقال لك بعد ما تخلص من الخطاب جيبه لي في البيت هناك. وانا كتبت الخطاب لكن قمت شيلت 3-4 صفحات كده الافتتاحيه والخاتمه القفله يعني ورقات معدوده كده. هو خطاب في البرلمان يعني حجمه بيكون كذا و30 يعني فشلت لي 3-4 ورقات ومشيت له في البيت. فجاء طالع اديته الخطاب فشاله في يده هزاه كده ما عجبه ففتحوا لقوا فيه ورقات فيه وقال لي ده شنو؟ قلت له ده الخطاب وينه طيب؟ قلت له ما نحن بنكتب انت بتشطب انا جبت لك الافتتاح والختام انت اكتب في النص انا مش هطلع. ضحك حتى كاد ان يستلغي عليه وقال لي خلاص مش هكتب الخطاب. قلت له والله الكتابه دي عندي زي الجنه لما اكتب كلام واجتهد فيه تشطبه الكلام ده بيوجعني يعني. قال لي ما في زول قال لي الكلام ده قبل كده. قلت له رايته انا قلته. قال لي خلاص مش هكتب. فكتبته وعفاني من المراجعه الشديده بتاعته ديك لكن دخل يده برضه في بعض الاحيان. انا احيي الاستاذ علي عثمان محمد طه رجل دوله من طراز فريد قدرات عاليه جدا جدا ذاكره حديديه واخلاص في العمل. يعني عندما كخطاب الوثبة والناس شعروا أنه الخطاب يعني كان مكتوب بلغة عالية سأل الناس يوم عز من يكتب للرئيس إذا كان يعني ببعث السؤال يعني أنه الخطاب كان مكتوب بلغة صعبة. فواحدة من ميزات محجوب صحيح أنه هو كان يكتب بلغة يعني معقولة بحيث أنه ولا شنو واحدة من الحياة خلت محجوب هو مصدر غير الموقع يعني أنا بعرف أنه في ناس كتار ما عندهم صلة بالموقع ده بيكتبوا خطابة الرئيس. صحيح. زي ما قلت خطابة الرئيس في المناسبات مش حضر مؤتمر يتكلم الرئيس بيتكلم بثلاث طرق يا يعني إما في اللغة الجماهيري بيتكلم مباشرة وهو بيبدع في الحالة دي أو في منصة رسمية زي المؤتمرات أو المجلس الوطني أو كده وخطابه بيكون إحدى وثائق المؤتمر أو الجلسة المعينة أو في مستويات أقل من هذه الأشياء. كل المؤتمرات الخارجية الخطاب بتعد وزارة الخارجية من ضمن الملف بتاع الزيارة البيجي للرئيس لكن بنتدخل فيه عشان نعدل بعض الأشياء. فأنا زي ما قلت كنت بكتب بالروح بتاعت تتغمصني روح الرئيس وانا بكتب في الكلام ده. وفي ناس عندهم قدرات عاليه وعندهم ذخائر لغويه ضخمه لكن هل بتتوافق مع نفس الرئيس وطريقته الكلام ولا لا؟ في كلام جميل جدا لكن زي ما قاعدين يقولوا زي كلام شعر لا زي اكل المستشفى صحي لكن ماسخ. فلو الكلام ما بقى فيه طعم شويه وبقى سلس والانسان اللي بيقراه ذاته يكون مرتاح ما بيكون في فائده يعني او ما بتكون في متعه وما بيكون في انفعال بالخطاب في زي ما معروف خطابات يعني. في الذاكره يعني يوم محدد يعني في خطابات واضح انها هي طبيعتها روتينيه البرلمان وغيره لكن انا بذكر خطابات في مواقف مفصليه او في لحظات مهمة. الرئيس ناداني في يوم من الأيام وكان يوم عطلة وكان في خطاب مكتوب في يده فقال لي محجوب هاك أقرأ ده وأكتب لي خطاب
أنا التقطت الرسالة، معناه الخطاب اللي في يده ده ما مغني بالنسبة له، لأنه ما قال لي أمشي أقرأ الخطاب ده وعدله أوضف له، قال لي أقرأ الخطاب ده وأكتب لي خطاب. ده كان بمناسبة إعلان المحكمة الجنائية توجيه الاتهام للرئيس البشير. في نفس اليوم الخطاب كان قبله بيوم، نحن كان عندنا علم، أنا شخصيا كان عندي علم في شخص محدد رسل لي رسالة، يعني قبل الإعلان تذكرها؟ أيوة، بثلاثة أو أربع أيام من مقر المحكمة الجنائية الدولية، زي نيمت بشير، ثلاثة أيام أو أربع أيام. فمن الله الرئيس؟ من الله هاي أنا أطلعت عليه شيخ علي عثمان وهو تولى الأمر، وطبعا كان في إرهاصات وحاجات كثيرة جدا، لكن ده كان كلام مؤكد، يعني ورد في رسالة نصية SMS في تلفوني بالنص ده كده. وبعد ذاك شلت الخطاب، نجي لموضوعنا، أنا شلت الخطاب من الرئيس يوم العطلة ومشيت المكتب طوالي وقريت الخطاب. الخطاب القصد منه إنه يكون كلمة موجهة للشعب السوداني بعد إعلان المحكمة الجنائية اسم البشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. فقمت كتبت قريت الخطاب اللي اداني له الرئيس، وكتبت خطاب مختلف تماما بيعبر عن الرئيس، والرئيس ارتاح للخطاب ده. كاتب الخطاب الاول احتج جدا، والرئيس قال له انا حاجة الخطاب بتاع محجوب بيعبر عني بطريقة افضل، وقد كان كتب. لكن لما جينا نسجل الخطاب الاستاذ علي عثمان مرة ثانية ومعه الاستاذ مولانا احمد هارون، كانوا في جوبة في الصبيحة ذلك اليوم، ونزلوا من الطيارة على بيت الضيافة، ونحن كنا بنحضر في 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 الإذاعة والتلفزيون عشان نسجل خطاب وصونا. فكان من رأي علي عثمان إنه نخلي الخطاب ده خالص، وهو حيعمل مؤتمر صحفي بالليل في مجلس الوزراء، والرئيس حيخاطب الجماهير في مسيرة عفوية قدام القصر الجمهوري، فما ما في داعي لخطاب مسجل. وقد كان جالي إعلان المحكمة، ونحن عند صلاة العصر كده، والرئيس كان عنده افتتاح تخريج ضباط في كراري. ده اليوم الرسمي اللي أعلنت فيه. اللي أعلنت فيه في نفس اليوم. كانت تسجيل الصباح. من أخبر السيد الرئيس؟ لا، شاهد على التلفزيون. شاهدوا على التلفزيون في قناة الجزيرة بس. كنت معاه أنتم؟ أي نعم. شنو رد فعله كان؟ قال خير، عنده كلمة واحدة بس، خير. وإحنا كبرنا، وهو كان لابس التيونيك اللبس العسكرية الكاملة لأنه ماشي للتخريج في كراري. صلينا العصر في المسجد الملحق ببيت الضيافة، ورحنا كراري وحضرنا التخريج. ولما انطلعنا من كراري الجماهير ما خلت الرئيس. طيب، هل للذاكره احنا الان ممكن نشاهد جزء من مما تغطت الكاميرا يعني؟ نعم. شاهد.
يعني تعادت بك الذاكرة لتلك لذلك اليوم الذي يعني بلا شك أن هذه الجماهير شكلت سندا كبيرا للسيد الرئيس في ذلك اليوم بلا شك، سندا معنويا كبيرا. أنا أعتقد أن المولى عز وجل أراد يعني أنه إحنا كنا مفتكرين أنه كلامنا اللي حنكتبه ولا الخطاب اللي حيبصه الرئيس هو اللي بيخرج الجماهير ذي عشان يحتفوا بالرئيس ويحفوا بموكبه بهذا الشكل. ده جزء يسير جدا من مسيرة امتدت من الحتانة. إحنا ماشيين بريوننا لحد ما دخلنا كوبري شنبات. نزلت من العربات؟ نزلنا من العربات، عربات ما ماشى بس الرئيس الراكب. فنحن ماشيين مع العربات في على جانبي وناس يعني منفعلين. انا لا انسى ابدا انه جزار كان شايل لي فخده خروف يبشر بها ويأشر لموكب الرئيس. لو نحن لو الخطاب كان يتبثى، لو كنا زعمنا انه كلماتنا المسبوكه ويلغى الرئيس هو الذي اتى بالجماهير، لكن المولى سبحانه وتعالى كان طيب. يعني بلا شك حدث الإعلان المحكمة الجنائية كان عن كثير من الناس بشكل يعني بداية زعزعة كبيرة جدا في السودان، لكن يعني الجو الداخلي كان كيف؟ أنا دايرك يعني تديني الجو الداخلي إلى حين لحظة الإعلان، يعني كيف كنتوا أنتوا جوا تتعاملوا مع الحدث ده؟ الحدث ما زي ما قلت لك ما كان فيه افتقر لعنصر المفاجأة، ما كنا متفاجئين، كنا عارفين إنه الكلام ده حيحصل. المحكمة الجنائية دي حتعلن الرئيس مطلوب ومقتنعين بالحكاية دي ومتعاملين مع الموضوع ده بمنتهى الهدوء، حتى إنه يعني الرحلة لجوبا علشان ما يحصل الشرخ، والوقت ذاك الشراكة قائمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، الشيخ علي وفي معيته أحمد هارون مشوا جوبا عشان يضمنوا موقف موحد من الحركة الشعبية وهي في جنوب السودان وقتها، إنها ما تتخذ موقف يشرخ الموقف الوطني ككل أو الجبهة الداخلية. وده مشوا الصباح يعني في نفس اليوم وهم عارفين إنه حيحصل. يعني أنا أقصد يعني الموضوع واضح إنه يعني كان في قراءة لآثاره وتبعاته، وقد ربما يكون كانت في ربكة في التعامل معه في البداية. واضح أنه يعني بعض الناس حاولوا حتى يمنعوا يعني السيد الرئيس من أنه يسافر إلى الخارج، وكانت سفرة الدوحة الشهيرة يعني. وانت خاطبت الجماعة دي كده، احكي لي. أنا ما درجع بك لي في الخائفين عشان ما نرجع للموضوع، لكن الأشياء دي كانت مرتبة. إنه بمجرد ما يحصل يعني قبل ما يحصل الإعلان الصباح، الشيخ علي مشى جوبا وجراجع. بعد ما حصل الإعلان مشينا رحلة لأريتريا ورحلة للغاهرة، وجات رحلة الدوحة دي كانت كبيرة لأنه حصل استفزاز أيضا، إنه يعني الرئيس ما يقدر يسافر برا، ودي دول جارة يعني ما في مساحة أو منطقة دولية، كلها حدود يعني. الأجواء السودانية الأجواء الإريترية متصلة مع بعض، الأجواء السودانية الأجواء المصرية متصلة مع بعض. لما جات رحلة الدوحة وفيها سفر بعيد نوعا ما وفيها مياه دولية في البحر الأحمر بين السعودية والسودان، في مياه دولية وكان في خطر ماثل إنه ممكن يحصل، يعني بدأت القيادة في الداخل ترتب أنه ربما طائرة الرئيس لم تصل إلى الدوحة. أيوة، بدأ الترتيب على ذلك. أيوة، لكن الرئيس لم ينظم هذه المسألة البتة. هو ماشي الدوحة ماشي الدوحة، حسم الموضوع محسوم. كان في عرض قطري صحيح أنه أيوة جاء طائرة. الشيخ قبل السفر بيوم واحد الشيخ حمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق وجمعه من هناك الأستاذ علي كرتي، وكان في المقدمة مع وزراء الخارجية، فجاء اتغدى مع الرئيس وعرضوا على الرئيس انه يسافر بطائرة قطرية الامير، طائرة الامير. الرئيس اصر انه لا، يا يسافر بطائرته يا ما يسافر. والحق يعني غير الاستاذ علي كرتي ما كان في اي مسؤول سوداني متحمس لسفر الرئيس للدوحة، كانوا رافضين على الاطلاق، كانوا رافضين، كلهم كانوا رافضين ومتخوفين، وحاولوا الرئيس بشتى الطرق انه يمنعوه، لكن الرئيس كان اخذ قراره
طيب كان في برضو خيار بتاع أنه تحصل مناورة في موضوع السفر. نعم. لذلك دي ترتيبات عملوها الناس المسؤولين عن تأمين الرئيس، خاصة وزير رئاسة الجمهورية وقتها النائب الأول السيد الفريق أبو بكر حسن صالح، وعملوا ترتيبات واجتماعات وعملوا طائرة. أنا أحيي الطيار البطل الدويحي، هو مصطفى الدويحي. نعم. مصطفى الدويحي هو طار بالطيارة الفالكون الصغيرة قبل رحلة قبل قيام طائرة الرئيس. يعني كان الكبير. في طيارة ثانية قبل قامت قبل ثلث ساعة تقريبا من إغلاع الطائرة الرئاسية، وديك برضو رئاسية مسجلة، يعني الكول ساين طائرة الرئيس، هاي الكول ساين بتاعها مسجل، هي اسمها فالكون 90، والرئيس طار بالاليوشن الطيارة الكبيرة. فمصطفى الدويحي عرض نفسه لأي موقف غد يحصل على، يعني كان جزء من سفر مصطفى الدويحي أنه يؤمن المسار ولا شنو، ولا يموي القصد كان تمويه، يعني انه لو في حاجه حتتشاف في الطياره الاولى، يعني حتتشاف في الطياره الاولى باعتبار انه هل كان الرئيس على علم بهذا السيناريو؟ ابدا، الرئيس ما كان مهتم بالمساله دي ابدا، وكان مقتنع بانه هو مرصود وطيارته مرصوده، والامريكان عارفينه ومتوكل على الله وما خايف من اي زول، وسافر بال ونقر عصاي جزمته بعصايته، وقال غرر الجنايه تحت جزمتي دي وسافر. سفر كان في حادثه اذكر انه الناس كانوا يتكلموا عنه، مجموعه من كوبر ويتلموا والرنوي. ايوه هذول سكان حي كوبر، والرئيس ولدهم يعني ولد حي كوبر وكذا، فاصروا واجتمعوا في الحدائق قباله الرنوي بتاع المطار على اساس انهم يمنعوا الرئيس ويمنعوا طياره الرئيس ويدخلوا الرنوي يمنعوا الطياره من الاقلاع. فانا قمت مشيت بتوجيهات، طبعا مشيت وكان عندي عصايه سوداء بمقبض فضي كده وتشبع عصاية الرئيس، فمشيت وخاطبت الناس ديل ورفعت لهم العصاية، وقلت لهم الشيوخ زمان لو داري يرسل واحد من حواريهم بيرسلوا يديهم معه العصاية، رمزي لأنه هو مرسال من الشيخ، فأنا مرسال من الرئيس ودي عصاية الرئيس انتوا بتعرفوا، وقال لهم الدايرين بتبقى واطمئنوا وانفضوا راشدين ان شاء الله لبيوتكم، انتم مطمئنين ما في اي حاجه حتحصل. انا قلت كلام مموه كده، ما جزمت بالسفر ولا بالغاء السفر، وانا عارف السفر وانا مسافر في السفر دي، حتى انا ما كلمت زول من ناس البيت خالص، ولا خليت زول رتب لي حاجاتي زي ما انا كل مره لما انا سافر، فسافرت بدون علم اي زول، حرصا على سلامه السيد الرئيس الذي لم يكن مباليا من اي خطر يتحدث حياته البتة. الطيارة كيف كان الجو في الطيارة؟ عادي إلا أنا كنت قلق جدا، فلما الطيارة أغلعت من هنا لحد ما دخلت. هل عندنا الطيارة نازلة على الرانوي في الدوحة ولا دل بس النزول؟ نعم شاهد. أيوة نافاس مشهد مهيب ده. ما أظن كان السودان كله كان ينظر لتلك اللحظة، يعني والصحفيين الصحفيين في مغر الإعلام المؤتمر هللوا وكبروا، قالوا لأول مرة تكون يعني إنه الصحفيين يصفقوا يعني. أي نعم. نعم. الرحلة دي الرئيس كان بيقول عنها إنه لو ما سافر في الرحلة دي، لو ما سافر الدوحة السفرية دي تحديدا، تاني ما كان حيسافر عمره كله، فكسر بها أي مخاوف، كسر كل الحواجز، لأنه كان في تحدي فيها، كانت رحلة التحدي، رحلة بتاع التحدي، ولا كان في حد بيقدر يجابه هذا التحدي غير عمر البشير، ده خلينا أقول له اسمه مجرد كده، رجل لا يعرف الخوف إلى قلبه سبيلا أبدا، ما بيخاف. فلو كان رئيس غيره يمكن كان استجاب لكثرة الضغوط، الناس الحادبين عليه والخايفين عليه من المسؤولين كانوا حريصين أنه ما يسافر، وهو أخذ كلمة واحدة وخلاص، بس مسافر
العروض اللي تقدمت عشان تخفف الخطر، مثلا كان مثلا يركب طيارة الأمير القطري أبا رفض. وحتى الحاجات اللي اتعملت من ترتيبات دي كمسؤوليات للناس المسؤولين عن تأمينه، انه يطير طيارة قدامه، يعملوا اجتماعات للجنة الأمنية العليا، يعملوا كل الترتيبات اللي من شأنها توفر الحماية الكاملة للرئيس، وهو كان في غفلة عن هذا تماما ولا شغل بالموضوع. والحمد لله رب العالمين، كانت فيها عزة وفيها ثم كانت الرحلات إلى دارفور، كانت أفتكر برضو تشكل رحلات دارفور، كانت رحلات عجيبة، لأنه الادعاء في المحكمة الجنائية قائم على شكاوى من إبادة جماعية وجرائم حرب وغيره، كلها في دارفور، ومشى خاطب النازل وكل الناس اللي تكلموا. أنا عندي كتاب كامل بالكلام اللي تقال ده، ومن الغرائب جدا إنه إحنا مشينا نزلنا في كان في إشكال بتاع التأمين. نعم تكمل، أنا لأنه برضو داير موضوع التأمين، يعني إنه كان وخاطب الناس في حتة التأمين مكشوفة التأمين الرئيس كل الولايات. نعم الرئيس أكبر مهدد أمني هو نفسه، قدر ما ناس التأمين يعملوا شغلهم ويعملوا دوائرهم المحكمة بحيث إنه يستطيعوا حماية الرئيس، في مجرد ما يعلو المنصة يقول للناس تعالوا جاي، فيكسر كل الدوائر المضروبة حوله، يختلط الحابل بالنابل والمسلحين بغير المسلحين، العساكر بالمدنيين، ويلتصوا بالمنصة تماما، بحيث انه لا يستطيع اي واحد من افراد الحماية الخاصة انه يتصرف في وسط هذه الحشود، ما عنده يمسح. فالرئيس نفسه كان بيخرق الترتيبات الأمنية المعدة لحمايته شخصيا، لأنه ما كان بيهتم بالمسألة دي. وأذكر من أقدار الصارف القدر إنه إحنا في طيارة الهليكوبتر من نيالا لكريماندو للفاشر، نزلنا في كريماندو افتتحنا منشآت كثيرة جدا، عمل صديق ودعا مدينة كاملة حقيقة بناء صديق ودعا، وطلعنا من هناك بطيارتين، أنا في طيارة الرئيس والصحفيين وبعض المرهبين في الطيارة الثانية، فتعرضت طيارتنا لعاصفة ترابية شديدة جدا، فنزلنا في منطقة في يد المتمردين، والعاصفة مضت وأغلعنا مرة ثانية، ونزلنا في مطار الفاشر، لقينا ناس الفاشر خاتين يدون في قلوبهم أنه طيارة الرئيس نزلت في منطقة المتمردين، لكن الله خير حافظ ورحمة رحيم. أيضا هناك أظن قصص برضو في الطيارات، يعني تذكر برضو في طائرة أخرى كنت في طائرة وحصل فيها تعرضت لظروف جوية صعبة. أيوة كنا في بوروندي وماشيين جنوب أفريقيا، وطيرنا بعض العصر كده، وفي الأجواء الاستوائية دي دائما بعد الساعة 4 و5 كده الجو بيكون مكفهر جدا، فالطيارة تعرضت لزوبعة ثلجية، فهو الطيار ارتفع بها لأقصى مدى مسموح به في الارتفاع، وأظلمت الطائرة وبقت أبوابه وأدراجة تفتح وتكفل وأصوات أقول لك زي شنو، يعني كأنه عربية ماشية ب 150 كيلو والعادم بتاعها جر في الظلط، ده الصوت، حاجة مزعجة ومرعبة حقيقة. أنا أشهد الله الذي لا إله إلا هو، كل الناس اللي كانوا في الطيارة أصابوا خوف عظيم واضطربوا إلا السيد الرئيس، قاعد كأن شيئا لم يكن، كل ما الطيارة تنور كده أعين له وألقاه عادي جدا، والناس خايفين، وأنا كنت بستمد شجاعتي أو ثباتي من شجاعة السيد الرئيس وثباته. رجل بطل بكل ما تحمل كلمة معنا. طبعا يعني ناس كتار بيقولوا ده موظف كان في شهادتك، يعني رضى عن البعض في هذه الشهادة، يقول لك والله يا أخي وماذا يعني وماذا سأجني أسمع بكسر تلج لأنه كان موظف وكده، ماذا سأجني وأنا تجاوزت 65 من عمري ولا أرغب في أي عمل حكومي أو في وظيفة حكومية، أنا بد لي شهادة لوجه الله تعالى. وأشهد الله إن الكلام اللي أنا قلته نابع من قلبي،
يعني لعل حتى خصوم السيد الرئيس لا ينكرونه عليه شجاعته فيها يعني، ولا يستطيع موضوع البنائية فكر واضح. أي أحد أن ينكر على السيد الرئيس شجاعته المطلقة، يعني أحيانا تتجاوز حدود الشجاعة إلى ما بعدها. طيب محجوب فضل تسبب في أزمة دبلوماسية في تركيا، صحيح. كان من المفترض أول ما يخش مكان محدد يقلع الطاقية اللابسة، بعلم أو بدون علم ما قلع الطاقية، نعم. ودخل والتقط، نعم. الصحافة، القصة كانت الصحافة. في أنغر. أنا داير أخليها الحلقة الرابعة على التر، مع أنه لسه ما وصلنا أمريكا، دارين مشاهد أقرب من داخل بيت السيد الرئيس، من داخل القصر الجمهوري أكثر، بين الإنسان وبين الرئيس وأشياء كثيرة يعني نسأل عنها. ثم خروج محجوب فضل نفسه من القصر، برضو موضوع سؤال يعني كيف خرج. تحت على حلقة رابعة المشاهدين دي ذنبهم شنو؟ لا لا خلاص، بس الرابعة دي وخلاص. ما هي أنت قلت الرابعة بتكون دائما بتخليها خانة الدور ده نملاه، بس نمل الرابعة دي إن شاء الله. تخيركم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.